العثور على جثث 4 مدنيين بينهم سيدة تم قطع رؤوسهم قرب مناطق سيطرة النظام بريف دير الزور الشرقي، حيث كانوا يبحثون في البادية عن فطر الكما. إصابة شخص بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية وسط مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي الغربي. وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يقول إنه لم يتم النظر أبدا في إعادة جماعية للمقاتلين الفرنسيين في سوريا، ويضيف أن بلاده لن تقرر إعادة أبناء المقاتلين إلى فرنسا إلا بعد دراسة كل حالة على حدة. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يحذرون في بيان لهم نظام الأسد من أي استخدام جديد للسلاح الكيماوي في سوريا. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعلن عن إطلاق سراح المواطن الإيطالي سيرجيو زانوتي الذي كان محتجزا في سوريا منذ عام 2016. الخارجية الروسية تقول إن موسكو تخطط لعقد اجتماع للدول الضامنة في إطار اتفاق أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 25 و26 من نيسان الجاري.